يتادغي بووا ما زمن تنستو امريكان ينقدقت يوتيزم تتقي ادغنيا كرنو علماتين كاستناغدچاچو تادغينا بزوچن كانناغغرو ادغنيا كروش مكاكلم بغنبار قدمنت يتتقسال بزوچم ابدو هاكرنا هاكينغ مغبو بمالت يذكروتال سلام ود تكتاتيوچاچن زاري دگمو كوترو ليت بالا منگد ود ديجيتالو عالم بمغبات امريكان سيانقدقت ينبرنا بوباما زمن يتنساون اندون يوتيزم تتقي تادغينا ادغنيا كر من اندسرا يهوت تاريخوننا مانن انداسچنقه يزلوت قربنان انو ملكام فقادو كونهكن كاحونو چنالاچنن سبسكرايب بمادرك بيتسب بمهوننا فيديونم لايك بمادرك يابرتاتون يال ود فيديو الله جيتوب يغرمت مندر يانمغوت كيم غامبلي بالال يا هاجر انجليز كرات يونا هاكر نو يا هاكينغن مراف هابلو يكفتهو اند ابزانيوچو هاكروچ ب15 عامتو نبر لجنتو ككمبيوتر غار يتساسر مهونو دگمو ود هاكينغ يبلطونو گفتوتال غامبل ليستر شايل مكمچاون كادرگو بيتو وست تكمتو غنا ب15 عامتو امريكا وست يميگنيو درجيتوچنا تقوامات لاي تكرتون ادرگو منگستايونا منگستاي غار هونو تقوامات لاي كقلال اسككباد يميدرسو تيتليايو يا هاكينغ طقاتوچن سيادرس قويتوال غامبل يهن يالي هاكينغ متوق امرو بينوروم يوتيزم سبيكتر تتقي نو بيونم گن يي يوتيزم اينت مالتم غامبلن ياتقاو كتلمدو وچ ايمرون ادگت زگمتني يميادرگ سايهون كليلوچ بتليي ايمرون متوق يميادرگ نبر ابزانيو بزي اوتيزم سبيكتر يتتقو سوچم غامبلن چمرو با هاكينغ زرف لاي تلق اقماللاچو غامبل بركات هاكينغ طقاتوچ يفصم سيهون كنزي مكاكل غامبل جنا ب 15 ያመቱ የሲአይኤ ዋና አዛዥ የጆን ብሬናል የኢሜል አካውንትና የአይ ክላውድ አካውንት እንዲሁም የሚስቱን አይፓድ ጠልፎ ስለግለሰቡ በርካታ ሚስጥሮችንና የግል ታሪኮችን ማውቅ ችሎ ነበር። ጋምብል ካወቃቸው ሚስጥሮች መካከል በኢራንና በአፍጋኒስታን ውስጥ የአሜሪካ ወታደሮች ሲሰሯቸው የነበሩ ሚስጥራዊ ኦፕሬሽኖቹ የሚጠቀሱ ነበሩ። ከዚህም በኋላ ከሩ ፊቱን ወደ US Department of Defense በማዞር 20000 የሚጠጉ የFBI ሰራተኞችን ስም ዝርዝር ለየሀገሩ በድብቅና በሚስጥር ቸብችቦታል። ይህ ሀከርም 15ኛውን የድሜ ክልል አጣጥሙ የ16 ዓመት ታዳጊ ወጣ ሲሆን የሰራው የሃኪንግ ጥቃት ግን ከማስደንገጡ በላይ ጥርስ የሚያስከፍት ነበር። ምክንያቱ ደግሞ የቀድሞ የደህንነት ጻፊ የነበረውን የጄጆንሰን ቲቪ ምጡቂ ሃኪንግ ውቀቱን ተደግፎ የቲቪውን ሁኔታ በቁጥጥሩ ስር ካደረገ በኋላ እንደተለመደውና እንደሁሌው ጆንሰን ከባለቤቱ ጋር ሆኖ ቲቪ በመመልከት ላይ ሳለ ቲቪው በድንገት ባልታወቀ ምክንያትና ባልታወቀ ሁኔታ ተቋርጦ በቲቪው ስክሪን ላይ አይ ኦን ዩ ወይም ወደኛ ስናመጣው እኔ ያንተ ነኝ የሚል ጽሑፍ መታየት ይጀምራል። በነገሩ የተደናገጠው ግለሰቡም ስለ ቲቪው ደህንነትና ሁኔታ ደውሎ ቢጠይቅም ያገኘው ምላሽ ግን ቲቪው ቦታውና ማንነቱ ባልታወቀ ግለሰብ ሃክ መደረጉ ይነገራል። አሁንም ግን ጋምብል በዚያ ላበቃም ነበር የጆንሰንን ባለቤት ስልክ ሃክ አድርጎ የምታወራውን ሁሉ ያዳምጥ የነበር ሲሆን ከዚህም በላይ ደግሞ ለጆንሰን ባለቤት የማስፈራሪያ እና አስጨናቂ መልእክቶችን በመላክ ጆንሰንንና ቤተሰቦችን ሲያሳቅቅ ቆይቷል። የታዳጊ ሃከር የይታና የሃኪንግ አድማሱን ሲያሰፋ ከቆየ በኋላ ወደ አሜሪካ አተኩሮ በኦባማ ዘመን የኦባማን የደህንነት አማካሪ ግለሰብንና የሌሎችንም ኮምፒውተሮችና የኤሌክትሪክ ማሽኖች በመጥለፍ ቁም ስቅላቸውን አሳይቷቸዋል። ታዲያ ከዚህ ክስተት በኋላ ግን የአሜሪካ መንግስትና የሃገሩ ማለትም የእንግሊዝ መንግስት ጋምብልን ማፈላለግ ስራዬ ብለው ጀመሩ። በዚህም ወቅት ታዳጊው ሃከር ጋምብል የCWA ማለትም Crack with Attitude የተሰኘ ግሩፕ አቋቁሞ በፊት መሪነት እየመራና በራሱ ስር አቋቁሞ ለራሱ ከለላ ያደረገ እንዲሁም ከግሩፖቹ ጋር በመሆን አሜሪካን ያንቀጠቀጠና የተለያዩ የአሜሪካ ሚስጥሮችን በትዊተርና በሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች እያወጣ ያደባባይ ሚስጥር ያደረገ የሃገሩን መንግስት ማስጨነቅ ጀመረ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ዓመተ ምህረት ግን የአሜሪካና የእንግሊዝ መንግስታት ለሁለት አመታት የዘለቀ ፍለጋና አሰሳ በጋምብል ዙሪያ ካደረጉ በኋላ እስከ ኮምፒውተሩ በሌስተር በሚገኘው መኖሪያ ቤቱ በቁጥጥር ስር አውለውታል።
كزيام غامبل بهاجرو انجليز فرد بيت وسط قربو كاسر يميبلطو كسوش تمسرتوبت بتراو چنكات وسط جبتو ينبر بيونم يا غامبل طبقا غن يا غامبلن لجنتنا يوتيزم تتقينت بماسرجا بماقرب يا غامبلن اسرات 2 عامات بتشا ليقوي مارك تشلو نبر بيونم غن كزي بلاي لغامبل يراس متات ينبرو كزي بوهالا كالكترونيكس مساري انديرك يتفردبت فرد سيون يهم لغامبل مغب اندمكلكل نبر تاريان نزي هلت يسر عمتات تتناقو غامبل سيفتام غامبل باسايو يسر تصباي مكنيات لهاگرو انجليز متوكو قطول يابرك التسمامتو بهايت هات هاكر النت هاگرون كبلاك هات هاكرو چي يتبك ديجيتال بوديگار تويم ديجيتال وطاد در هنو بماغل غالي هنو اسكاونو اسا درس هاله انام بيتسابوچ لزاري وده ديجيتالو عالم تقلاقلن يزن متن ينبرو يهاكرو تاريك يهنن يمسل نبر يهاكرون تاريكن دود دجاجوز عن التراترم بيونم جن چانالاچنن سبسكرايب بمادرق فيديون لايك بمادرقنا حسابوننا دقافون كومنت سيشن غار بماسكمت يليلوچ يهاكروش تاريكن ديكاربو لاجوهننا يهاكروشم تاريك قطعين نتن جنورو استواجو عدرقو بقطعيسك نگنا يدرس چرنكوي انام سجنالن جي اي توب يقرمت مندر يانمكو.